حياكم الله مشاهدينا، وايضا نرحب بكل من انضم لمتابعه حلقه الليل من برنامج من عمان. اذا محطتنا القادمه طبعا بمباركه من مجلس الوزراء الموقر تنظم اللجنه الوطنيه للتربيه والثقافه والعلوم في جمهورية جزر القمر، الندوتين الدوليتين، ندوة التواصل الحضاري العماني القمري وكذلك ندوة الملاح العماني أحمد بن ماجد، وذلك بحضور فخامة الرئيس القمري ولفيف من أصحاب المعالي والسعادة بجمهورية جزر القمر، وبالتأكيد بمشاركة وفد سلطنة عمان الذي يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية بالقطاع الثقافي. للحديث أكثر ومعرفة المزيد من التفاصيل عن طبعا هاتين الندوتين ومجمل الفعاليات التي تقام هناك في جمهورية جزر القمر، يسرنا أن نرحب باسمكم مشاهدينا الكرام في ضيوفنا في الاستديو، بداية بالدكتور نور الدين باشا عضو المجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجمهورية القمر المتحدة، عضو هيئة التدريس بكلية الإمام الشافعي. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا. أهلا بك في عمان وأيضا في برنامجنا من عمان. مرحبا. أهلا وسهلا بكم، نشكر ونقدر كرم الاستضافة في هذا البرنامج وفي تلفزيون سلطنة عمان. نعم، وأيضا نرحب بالدكتور محمود بن عبد الله العبري مساعد أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. مساك الله بالخير دكتور محمود، حياك الله. مساك الله بالنور عايدة، أهلا وسهلا. حياكم الله. أهلا وسهلا. إذا يعني تنفذ دكتور محمود وزارة التربية والتعليم ممثلة طبعا بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، وكذلك أكيد بتنظيم من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الفترة من 30 وحتى 4 مايو برنامجا تدريبيا يعني خلال هذه الفترة لمشرفي التربية الإسلامية بداية في جمهورية القمر المتحدة. ياليت لو نسلط الضوء بداية على هذا البرنامج التدريبي، وكيف جاءت الفكرة لهذا التعاون وإقامة هذا البرنامج التدريبي في جمهورية جزر القمر؟ شكرا عايدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدأت الفكرة هي بالتعاون بين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية القمرية للتربية والثقافة والعلوم، وهذه الورشة التدريبية ابتدأت يوم الأحد الماضي، وإن شاء الله غدا سوف تختتم هذه الورشة. هي جاءت لصالح مشرفي التربية الإسلامية، والفكرة أتت بحيث يعني يطلع الجانب القمري على التجربة العمانية الرائدة في مجال الإشراف التربوي، في مجال تحليل البيانات، في كثير من الممارسات التربوية التعليمية. جاءت بفكرة من قبل اللجنة الوطنية القمرية ولاقت ترحاب من قبلنا، ومن ثم تم التنسيق والتعاون طبعا مع المعهد التخصصي للتدريب المهني. نعم. للمعلمين الذي احتضن هؤلاء الضيوف الستة الذين يؤسفنا أن يغادروا سلطنة عمان يوم غد، ولكن إن شاء الله يعني ما يبهجنا هو أننا إن شاء الله سنقيم أيضا الفعاليات الثقافية في الأسبوع المقبل عندهم بإذن الله. إن شاء الله. دكتور نور الدين، كيف وجدتم هذه المشاركة وأيضا الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي؟ لا شك أن البرنامج كان برنامجا مفيدا ومنظما تنظيما رائعا، وشمل البرنامج فقرات جد مهمة تتعلق مثلا بالتغذية الراجعة، تتعلق أيضا بعملية جمع البيانات التربوية وتحليلها، وكذلك أيضا كان اشتمل أيضا على موضوع مدى التحصيل والاستيعاب. نعم. لدى الطلاب، المستويات الاستيعابية والإدراكية لدى الطلاب، وأيضا مواضيع أخرى مهمة مثل بناء المجتمعات المهنية داخل المدارس والجامعات، وهذه كلها موضوعات جد مهمة يعني كنا متعطشين بالفعل إليها في جزر القمر. نعم. ونعدكم دكتور محمود بأن هذا الزاد سنحمله إلى بلادنا وسنفيد كما استفدنا، ولا شك أنه قبس من
أو قبس من بحر عمان التي تزودنا به منذ الأزل إلى اليوم، فهي إضافة إلى الإضافات الكريمة التي نحيا بها في جزر الخمر. صحيح يعني الدكتور نور الدين، وإحنا نتكلم عن هذه العلاقات بين البلدين والشعبين أيضا، أكيد لإبراز هذه الخصوصية الكبيرة وأيضا الأهمية العظيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، أيضا يسرنا أن نرحب عبر الاتصال المرئي بالدكتور إبراهيم بن يحيى البوسعيدي، أستاذ التاريخ بجامعة السلطان قابوس. مساك الله بالخير دكتور إبراهيم. مساء النور والسرور الأخت عايدة، وشكرا على هذه الاستضافة، وأحيي أيضا ضيوفك الكرام الدكتور نور الدين والدكتور محمود. نعم، يعني واحنا نتكلم يعني دكتور إبراهيم قاعدين نتكلم عن خصوصية العلاقات بين البلدين شقيقين سلطنة عمان وجمهورية جزر القمر، هذه العلاقات الممتدة تاريخيا حقيقة، ويمكن في كان يعني تتويج أو إحياء وتوثيقا لهذا التاريخ عقدت ندوة في 2016 من تنظيم الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية اللي هو المؤتمر الدولي الخامس علاقات عمان بدول القرن الأفريقي. لو نتكلم عن البعد التاريخي لعلاقة سلطنة عمان بجمهورية جزر القمر. نعم حقيقة طبعا هذه العلاقات فعلا كما أشرت ممتدة وضاربة في القدم منذ قرون عديدة، تأصلت ب يعني قيام العماني بهجرات إلى مناطق الساحل الشرقي الأفريقي منذ ما قبل الميلاد، وطبعا ذكرت في مدونات بعض الكتابات طبعا خاصة الرومانية في مثلا كتاب البريبلوس عن وجود العرب في منطقة الساحل الشرقي الأفريقي. ثم عندما جاء الإسلام تعززت هذه العلاقات كثيرا بوجود عامل الدين الإسلامي، وطبعا العوامل الأخرى المرتبطة بالتجارة والعامل والبعد الجغرافي. فبالتالي نجد أن الكثير من العمانيين ذهبوا إلى هذه المناطق طبعا التي نعني بها شرق أفريقيا ومن ضمنها أيضا جزر القمر، ووصلوا طبعا إلى حدود أبعد إلى موزمبيق الحالية. فهذا الوجود العماني كان حاضرا على مدى قرون كثيرة، وتفاعل العمانيون مع هذه المناطق، أسسوا ممالك في هذه المناطق، وأيضا امتزجوا بشعوب تلك المناطق وتأثروا أيضا بتلك العادات والثقافات الموجودة لدى تلك الشعوب. نعم سنعود إليك دكتور إبراهيم، ولكن بعد أن نتحدث عن الندوتين الدوليتين اللتين ستقامان في جمهورية جزر القمر، طبعا مثل ما ذكرت إحداهما حول التواصل العماني القمري، والندوة الثانية حول شخصية الملاح العماني أحمد بن ماجد التي تم تسجيلها في اليونسكو طبعا مؤخرا، نتحدث بمزيد من التفاصيل عن هاتين الندوتين دكتور محمود. نعم كما ذكرتي أستاذة عايدة وأيضا الدكتور إبراهيم، وأنا أحييه حقيقة وأتشرف بأن أكون أيضا برفقته إن شاء الله يوم الغد إلى جمهورية القمر المتحدة، فإن شاء الله سنحظى بندوتين علميتين رصينتين. الندوة الأولى سوف تكون عن التواصل الحضاري بين البلدين الشقيقين، بين سلطنة عمان وبين جمهورية القمر. سنتطرق إلى بلا شك إلى الجانب الحضاري، وسنتطرق أيضا إلى الجانب الثقافي، وسنتطرق أيضا إلى جانب ما يتعلق أيضا باللغة العربية وبالدين الإسلامي وبالعادات والتقاليد والفنون المشتركة بين البلدين. هذه ستكون يوم السبت إن شاء الله. بتاريخ 6 من شهر مايو. أما يوم التالي يوم الأحد إن شاء الله فستكون هناك أيضا ندوة أخرى
حول الملاح العماني أحمد بن ماجد. جاءت الفكرة من قبل وزارة التربية والتعليم مثلا باللجنة الوطنية أيضا، لأنه تم الحمد لله تسجيل هذه الشخصية لتكون شخصية مؤثرة عالميا قبل سنتين في 2021، ومن ضمن الملف أن تعمل ندوة محلية وندوة دولية عن الشخصية المسجلة بعد النجاح في تسجيلها. فجاءت الفكرة لما لا تكون هناك أيضا، في نتشرف بأن تكون أيضا في مع إخواننا الأشقاء، نشاطرهم أيضا ما يتعلق بهذه الشخصية، ونبرز أبرز يعني ملامح شخصية الملاح الفذ حقيقة أحمد بن ماجد، وكذلك ما يتعلق بتاريخ الملاحة البحرية العمانية، وما يتعلق أيضا بما يتعلق بالفلك، وما يتعلق بما هي أهم ما تركه لنا من إرث هذه الشخصية. سوف أيضا نتطرق في الندوة الثانية في ثلاثة أيضا محاور سوف تكون أيضا. نعم دكتور نور الدين، ستكون لكم ورقة في هاتين الندوتين، أو نتعرف على مجمل الأوراق المقدمة من الجانب القمري في هاتين الندوتين. ممتاز. الجانب القمري سيشترك بثلاثة متحدثين نعم في الندوة الأولى حول التواصل الحضاري بين البلدين، وسيتناولون أولا الجانب الفني، أقصد الفنون الجميلة التي ورثناها عن عمان مثل الطرب، مثل الزفاف، مثل هناك أيضا نوع من الفن نسميه السور، هو مقتبس من مدينة السور، من هنا بهذا الاسم نستخدمه. جميل. هناك أيضا نوع آخر يسمى التار. هذه الفنون الجميلة يعني تغنى بأناشيد عربية دائما دائما، فهذا سيكون جانب من جوانب الحديث لدى القمريين. وأيضا سيتناول القمريون أيضا جانب الأزياء المشتركة. نعم صحيح. لا سيما كما لاحظتم أزياؤنا رجالا ونساء هي مقتبسة من الزي العماني التقليدي الأصيل. صحيح. والأغرب من ذلك نحن عندنا الإزار البوسعيدي، وعندنا العمامة البوسعيدية تستخدمونها في حفلات الزفاف، حفلات الزواج. نعم نعم. يعني الإنسان لما يرتقي اجتماعيا يلبس الزي البوسعيدي والعمامة البوسعيدية، دليلا على أنه ارتقى إلى هيئة الأعيان والوجهاء في البلد. جميل. والذي لا يرتقي لهذه الدرجة ما يمكن أن يلبس هذه الأمور، باعتبار أن العرب هم الطبقة العليا في التاريخ وفي الحس القمري. نعم. أيضا هناك المرأة القمرية أيضا لبست النقاب ولبست الحجاب، والحجاب لدى أمهاتنا ونسائنا قديما هي نسخة أصيلة من الحجاب العماني ومن النقاب العماني تماما. حتى الجانب المعماري يا دكتور لاحظت ايضا التشابه. ايش رايكم ناخذ اكثر عن هذا الموضوع اللي هو اثر التواجد العماني في جزر القمر من خلال الدكتور ابراهيم؟ دكتور ابراهيم. نعم. نعم لو نتحدث دكتور عن ابرز ملامح الوجود العماني في جمهوريه جزر القمر. نعم. هذه الصلة طبعا كما أشرنا تأصلت تاريخيا بسبب التواصل المستمر والهجرات المتكررة للعمانيين إلى مناطق الشرق الأفريقي وجزر القمر، وتكللت طبعا أو وصلت أوجها في عهد السيد سعيد ابن سلطان الذي اتخذ زنجبار عاصمة ثانية للدولة العمانية، وبالتالي يعني كانت العلاقات وطيدة بين مناطق جزر القمر و يعني أجزاء الإمبراطورية العمانية في شرق أفريقيا. وطبعا تكللت هذه الصلات بزواج جون بفاطمة السلطانة مهيلي بالسيد محمد بن سعيد بن ناصر البوسعيدي، وكان هذا طبعا هو زواج يعني تقارب سياسي بين هذه بين جزر القمر ومناطق الشرق الأفريقي أو زنجبار تحديدا. وبالتالي تداخلت تلك العلاقات وتأطرت كثيرا في هذه الفترة، ثم بعد ذلك في عهد خلفاء السيد سعيد
ابن سلطان. طبعا حاولت الدول الاستعمارية خاصة فرنسا تفتيت هذه الصلات خاصة السياسية بين الجانبين، وعملت جاهدة فعلا على يعني إزالة تلك الروابط، لكن اجتماعيا يعني استمرت فعلا تلك العلاقات بين الجانبين. وهنالك عائلات عمانية إلى اليوم طبعا موجودة بمسماها القبلي طبعا في جزر القمر، وما ذكر الدكتور نور الدين قبل قليل من العادات صحيح. العمانية المتأصلة والمتجذرة، دليل فعلا على عمق الهوية العربية العمانية في تلك المنطقة. نعم تحديد. الدكتور إبراهيم بن يحيى البوسعيد أستاذ التاريخ بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة حول العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية جزر القمر، شكرا جزيلا لك. وإحنا أكيد نشكركم على تواجدكم معنا، نورتونا في من عمان، نتمنى لكم ونرجو لكم كل التوفيق في فعاليتكم ورحلتكم أيضا يوم الغد إلى جمهورية جزر القمر، وتكلل طبعا كل جهودكم في توثيق العلاقات والتواصل بين البلدين الشقيقين بالنجاح والتوفيق. كل الشكر ليك الدكتور نور الدين باشا، عضو المجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لجمهورية القمر المتحدة، عضو هيئة التدريس بكلية الإمام الشافعي، شكرا جزيلا لك. وشكرا للدكتور محمود بن عبد الله العبري، مساعد أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، شكرا جزيلا، نورتونا في من عمان. شكرا جزيلا. مباشرة مشاهدينا الأحبة ننتقل إلى زميلنا أحمد المعمري المتواجد في اختتام فعاليات